رب العالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في قوله سبحانه وتعالى: إذا السماء انفطرت. فما بال الإنسان العاقل المدرك لأبعاد الأمور الواعي لا يحن إلى ربه ولا يشتاق، ولا يقتدي بسنة نبيه وهديه صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا مرض أنتم وقعتم به، مرض أنتم وقعتم به، الإهمال بتطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والتهاون حتى بأداء الفروض، التهاون والإهمال. سؤال غريب: أنتم أعقل أو عرق الشجرة؟ أنا ما بعد. أنتم أعقل أم عرق الشجرة؟ من الأعقل؟ أنتم تملكون العاطفة أم جذع الشجرة؟ أنتم تملكون الحب أم جذع الشجرة؟ ما بعرف. لما الجذع ظهر فيه الحنان أقام ينادي بحنينه وشوقه، الحجة على جميع المسلمين. فيما لو قصروا وتهاونوا إذ هم أولى بهذا الشوق وهذا الحنين من هذا الجزع الجماد. يا معشر المسلمين،
الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا ولقاء. فأنتم أحق أن تشتاقون إليه، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. من الذي تفطر، الجدع أو أنتم؟ من الذي نادى ومن الذي أقبل، الجدع أم أنتم؟ من منكم يتجاوز الجذع ويظهر لنفسه أنه هو أحب وأعشق إلى رسول الله من الجذع؟ رسول الله كان في زمانه، أما اليوم هل هو موجود؟ نعم موجود، أحد الصالحين كان يقول: لو غاب عني رسول الله طرفة عين ما عادت نفسي من المسلمين. فهو مع رسول الله، مع رسول الله، ورسول الله غير موجود. لا لا لا، موجود، غير موجود الجسد، أما في عالم الروح هل هو موجود؟ فيرد الله علي روحي فأرد السلام على من سلم علي. فسبحانه وتعالى يقدم لنا في هذه الآية الكريمة علامات القيامة، إذا سقطت الكواكب وتفرقت يأتي تالياً للانشقاق، لانشقاق السماء. إذ متى تنشق السماء؟ إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، متى هذا يكون؟ عاجلا أم آجلا؟ هل التشقق يظهر لكل الناس إذا الحيط اتشقق من الثقل؟ يراه من يراه ولكن ليس كل الناس يراه، يراه أصحاب الاختصاص. غير أصحاب الاختصاص ما بيشوف، كما أن قلب الإنسان من يستطيع أن يراه إذا تفطر وتشقق؟
من يستطيع أن يراه؟ بدأ أجد حتى أشوفه. عند أهل الله إذا نظرنا في وجه الإنسان نعلم ما في قلبه، مجرد النظر، لأن الانطباعات الداخلية لابد لها أن تنكشف ظاهرا للمجتمع. هل يمكن لغضبان لا يعلم غضبه في وجهه؟ هل يمكن لمرتاح مسرور لا يرى أثر ذلك في وجهه؟ لابد أن يظهر. وإذا كان القلب يتفطر يظهر في علائم وجهه، لأن الوجه تتغير الصور فيه حسب الحال الذي هو فيه. وكل حال له صورة تختلف عن غيرها. تتفطر السماء وتتشقق، ونقص تركيبها واختل نظامها، انتثرت كواكبها. كيف انتثرت؟ إذا حطينا بقلب البالون شوية حبر ونفخنا البالون وحوالينا شي 10-15 ولد عم يتفرجوا علينا، وانفجر البالون بيطاير الحبر، كل ما نوجد بنوجد فيه علامة من الحبر. نحن حاطين نقطتين حبر بقلب البالون تناثروا وطاروا. فعندئذ تمطر السماء، ولكن بدل عن الماء تمطر نجومها، فلا يبقى في السماء نجم إلا وقع على الأرض. إذا الكواكب انتثرت، شبه الكواكب بجواهر متناثرة متفرقة، وحذف المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو الانتثار. ومن الإعجاز العلمي في السنة النبوية النجوم والكواكب ما روى الإمام مسلم عن أبي هريرة عن أبي بردة عن أبيه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي العشاء. قال: فجلسنا، فخرج علينا فقال: ما زلتم هاهنا؟
مين الذي خرج عليهم؟ سيدنا رسول الله. ما زلتم ها هنا نستعدكم قاعدين؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. لو رحت نعم نستناك. قال أحسنتم وأصبتم. إذن الأولى للإنسان إذا صلى المغرب أن يجلس في مصلاه إلى العشاء وهو ذاكر لله تاليا لكتاب الله متوجها بقلبه وجسده إلى الله عز وجل. قال فرفع رأسه إلى السماء، وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد من انفطار. ثم قال وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون من خير وشر. ومتى النجوم؟ ومعنى النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. بما وعدت السماء؟ بالتفطر. متى يكون؟ عندما تغيب النجوم وذهاب النجوم انكدارها وانتثارها. ومعنى أتى السماء ما توعد، السماء موعودة بانشقاقها وانفطارها وانفرادها ومروها اضطرابها وتحركها قبل تشققها. تهوج وتموج أول، بعدين تتشقق تتفطر تروح كل قطعة لحالها. هل هذا معقول؟ ما بعرف. لنفرض في بناء ما عضاضة تحت طلع فاضي، انهارت العضاضة نزلت، شو بيصير بالبناء؟ أول وحدة بتشقق، زمان أحد الأطراف بيظهر التشقق في الجدران والسقف، بعد شويه
التفطر بيصير بيطاير وكل قطعة بتروح من جهة لحالها. إذا التشقق أول ثم الانفطار. ثم الاضطراب والتحريك بتميل البناية على جنب واحد لأن في عضاضة واحدة اللي راحت وإذا مالت شو صار بالبناء؟ هل البناء يبقى ثابت إذا مال؟ ممكن عند مسافة نصف متر هذا كائن بزمانه أشياء هبط أو كائن بزمانه أبر هبط توقف عند هذا الحد وتبقى البناية كل مايلة لكنها ثابتة. إذا المسافة 20-30 سنتي بتم ثابتة لكن مايلة. أنا شفت مادنة مايلة وما استطعت أحسن أعرف ليش مايلة وسألت إن الميلان من أصل البناء؟ قال لا، بعد ما انبنت مالت. طيب هي لازم تنزلوها لأنه إذا وقعت بتخرب كل البيوت. قال صار لها 30 سنة مايلة ما عملت شيء. فبداية بيشتغل الميلان المواجان بعدين تشقق بعدين تفطر. وتحولها إلى شيء كالمهل. شو المهل؟ حدا منكم شايف السكاب شلون بيدوب النحاس بيصير نحاس سائل وبيسكبه بالقوالب حسب ما بدها القوالب؟ هكذا تكون السماء غدا كالمهل والجبال كالعهن. العهن القطن المندوب طري. والنجوم هي أجرام سماوية منتشرة في سماء الدنيا كروية الشكل أو شبه كروية ملتهبة ومضيئة بذاتها مرتبطة بعضها مع بعض بقوى الجاذبية. الجاذبية أنا ما بعرفها، حدا منكم بيعرف الجاذبية؟ إذا حطينا مكبر، المكبر له بكعبه ساحة مغناطيسية بيجي الوشيعة جواته، الوشيعة مع الساحة المغناطيسية تأخذ التيار تعمله اهتزاز، تجي الطبلة اللي على المكبر تحجب الاهتزازات بحجبها بتحولها إلى كلمات أنتم بتسمعوا من المكبر صوت.
لو حطينا قدامها المكبر دبوس شو بيعمل؟ بركض لحاله الدبوس لعند المكبر، لأنه في زعمة مغناطيسية. فإذا قلنا كروية الشكل أو بيضوية الشكل النجوم، ولكنها ملتهبة ومضيئة بذاتها، مرتبط بعضها ببعض بقوى الجاذبية. هلأ اللدات لما بيشعلوا ما مربوط بعضهم ببعض؟ يا ترى كل واحدة من اللدات تأخذ 220؟ لا، اللدات لحالهم بيأخذوا 220؟ لا. إذا بتلاحظوا كل 6 لدات في بيناتهم قطعة سودة، هذا عبارة عن محول بيأخذ التيار 7-8 بيحوله ل1.5 فولت. 1.5 فولت بيجي المكثف بينظمه لحتى يعطيكم. في منهم بتاخذ 1.5، في منهم بتاخذ 3، في منهم بتاخذ 4، في منهم بتاخذ 6. كل واحدة من اللدات بقياس حسب التصميم. قال الجاذبية هي عظيمة الكتلة والحجم، عالية الحرارة، وتشع كل من الضوء المرئي وغير المرئي. الغاز في منه بيجي راس على الكهرباء، إذا شعلناه على الكهرباء منشوف يا ترى صار الحديد أحمر، بيتم أسود ويعطي حرارة أسرع منه الطباخ اللي على الذرة. منحط إيدنا عليه بارد لكن يعطي حرارة فائقة مع أنه بارد. بارز على الإيد، لما أما المعدن الذي يلتقي معه حرارة عالية. كذلك الحرارة التي تظهر من النجوم تمر فيها في دورة حياتها بمراحل الميلاد إلى الشباب والشيخوخة قبل أن تنفجر أو تتكدس على ذاتها فتنكدر، ثم تطمس أو تنفجر قبل ذلك فتعود إلى السماء لتدخل في دورة ميلادها ميلاد جديد حتى يأذن الله تعالى بنهاية الكون. يعني أنتوا بيطلع الأب والأم بيتجوزوا، بيجون أولاد، بيكبروا الأولاد، بيتجوزوا الأولاد، كمان بيجيهم أولاد، بيموتوا الأجداد، بيمروا بالمرحلة الأولاد وأولاد الأولاد وأولاد الأولاد وهكذا. كذلك النجوم تتوالد وتتكاثر ويمر عليها مراحل الولادة ثم مراحل الشباب
ثم مراحل الشيخوخة، بمر مراحل حتى يأذن الله بنهاية الكون. ومتى؟ عليه الصلاة والسلام قال: التقم صاحب القرن القرن، وحنى جبهته، وما بقي إلا أن ينفخ النفخة الأولى. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام من 1400 سنة شاف صاحب القرن التقم القرن، فبرأيكم قديش باقي له حتى يظهر؟ إذا التقم القرن من 1400 سنة قديش باقي له حتى يظهر؟ أنا أعتقد ما عاد بطولة، يمكن 400-500 رخار، ما عاد شيء 10 رخار، ما عاد شيء، ما بكفي 15-20-50-100 سنة-200 سنة، ما الله أعلم بها، حتى يأذن الله بنهاية العالم فتكون هذه الكارثة التي تمر على العالم بأسره. أنا وين بكون؟ هل أكون في الأرض أم في السماء؟ لأن أنا بعد فترة عندي رحلة إلى السماء، والقرار هناك. هون ما عاد مطولين، حاجتنا ما حاجة، هناك القرار، وهناك الفحص، إما النجاح الأبدي أو الرسوب الأبدي. اليوم أصحاب الدراسات نجاح مؤقت، الصفوف الإعدادية الانتقالية يعني شغلة زادية، أما كفاءة بحث صعب، ومن الكفاءة للبكالوريا كمان انتقالي سهل، بكالوريا صعب، بعد البكالوريا 4 سنين 6 سنين 7 سنين للتخرج بالليسانس، الانتقاليات سهلة بس الفحص الأخير صعب، وبعد الماجستير لما بدي أقدم بعد الليسانس إذا بدي أقدم على الماجستير كمان عنده فحص صعب، وفحص الدكتوراه أصعب، والفحص بين يدي الله أصعب وأصعب وأصعب، إلا من سهله الله له.
ونظرا لضخامة كتلة النجوم فإنها تهيمن بقوى جذبها على كل ما يدور في فلكها من كواكب وأقمار وغير ذلك. احكي لكم الكوكب شلون. اضربكم مثال من واقع الحياة. انتو كوكب بجامع ابو النور، كم كوكب في مثل حكايتكم بالعالم؟ كل جامعة، اذا قلنا الجامعة الفلانية في عدة مراحل والطلاب مترشئين، لكن اللي حاضنتهم جامعة واحدة، كما منسميهم كوكبي. بعد ما بينتهي الدرس كل واحد ووحدة بيطلعوا من الباب، ما بيسدوا امتى ينفردوا، لأنه صار لهم ساعة محبوسين. كذلك النجوم، لما منقول كتلة يعني مجموعة من النجوم قاعدين مع بعضهم، بعدين بيتفرقوا والانفجار بيفرطهم كلهم عن بعضهم، ما بيتم واحد مع واحد. لا أضرب لكم مثل عن انفجار، الانفجار بيخوف، ما هيك؟ أضرب لكم مثل. لكن الجردون منين فات؟ إذا شفتوا الجردون فات من هون، شو بتعملوا؟ دعسوا بعضكم، ما تعرفوا شلون عم تمشوا، مع العلم إنه جردون بكم جويك بإيدي يقولوا مع السلامة. يا ما كان شو من رقبته، ما بسوي شيء، ما بيزي. كل المخلوقات ما بتأذي إذا ما قابلناها بالأذى، مو نقابلها بالضرب والأسل، نقابلها بالنوايا. إذا صفينا نوايانا مع الأفعى، الأفعى لا تؤذينا. ما في مخلوق بيحاول أذى الإنسان إلا أن يبادر الإنسان بالأذى. وترتبط النجوم فيما بينها بالجاذبية، وتتجمع وحدات كونية أكبر فأكبر، مرتبطة فيما بينها بالجاذبية أيضا. شو الجاذبية؟ شبه الجاذبية. أنا بعمل بلاستيك، بكتوا البلاستيك حبيبات، بنزل على المكنة، بنصهر، بنزقب بالشكل اللي بدهم اياه. حاطين بقلب الصندوق اللي بكتوا فيه قطع مغناطيسية متفرقة ومجموعة بكتلة واحدة، ما ممكن يمر أي قطعة حديدية وتنزل عن مكانها إلا يلقط المغناطيس. وين ما كانت بعيدة بجيبها. هي جاذبية.
مثال عن الإنسان بالجاذبية. إذا كان التلفزيون شاعل وحطيت إيدي هيك قدامه شو بيعمل؟ بإشعارات الإيد كلهم لحقوا الشاشة، صح؟ شو اللي عم يشدون؟ الجاذبية. مرات واحد بيقيم شقفة نايلون بدير مياه بتعلق بإيده ما عم تطلع، عمل إيده هيك وهي لزقانة، شو كان مشتاق؟ الجاذبية. والجاذبية موجودة في كل زمان ومكان ومع كل الأشخاص. الجاذبية موجودة. كنا نعمل إيدنا هيك حط حبة المسبحة تلزق، نون بالحركة تولد طاقة والحبة فيها نوع من المعدن، المعدن بيلزق بالطاقة لأن الطاقة عاملة ساحة مغناطيسية. وترتبط النجوم فيما بينها بالجاذبية وتتجمع وحدات كونية أكبر فأكبر مرتبطة فيما بينها بالجاذبية أيضا. فإذا انفرط عقد هذه القوى انهارت النجوم وانهار الكون بانهيارها، وهنا تتضح روعة التعبير، تتضح روعة التعبير النبوي الشريف عليه الصلاة والسلام يقول: النجوم آمنة للناس، فإذا ذهبت النجوم أتى الناس ما يوعد ما توعد من انفطار وتشقق. إذا النجوم الآن وظيفتها الحماية للإنسان، والإنسان مرتبط بجاذبية النجوم من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر. إذا إنسان بده يركض، لما بيركض رجله ما بتصل للأرض، شيء إنه بصير كأنه طاير. الجاذبية من فوق حملته رفعته، صارت الحركة روتينية. أما لو كان على الأرض عم يركض على الأرض، وهي شو اللي حرك الجاذبية؟ الحركة تبعه ولدت الطاقة، الطاقة ولدت الجاذبية، الجاذبية حملته صار يمشي بالهواء، وهذا مبدأ الطيران. وإن كان يختلف مبدأ الطيران المروحي عن الطيران النفاس، مبادئ إذا خضنا فيها لا منضيع. قد هذه الحقائق لم يتوصل إليها الإنسان إلى إدراكها إلا في القرن العشرين الماضي، لأننا الآن في القرن 21. هذا كلام صح أو غير صح؟ في القرن العشرين مين منكم كان يعرف الانترنت؟ مين كان يملك موبايل؟ ببداية 21
رحت رحلة على الكويت، فشفت الموباي بالكويت ببداية 21، فإذا قلنا في البداية اليوم ساعتنا في الوسط، مر 50 سنة علينا لسه ما صاروا 50. ونطق النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه بهذه الحقيقة قبل 1400 سنة بهذه الدقة العلمية، لهو أمر معجز حقا، ولا يمكن أن نجد له تفسير إلا الصلة بالخالق سبحانه وتعالى عن طريق الوحي. وهذا الحديث وأمثاله من كلام النبي الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه هو شهادات بينة على صدق رسالته وصدق قوله. والناس في زماننا قد فتنوا بالعلم فتنة كبيرة، فإذا قدم إليهم سبقا علميا كالذي ورد الموبايل، سبق علمي أخذ عقولنا، لم يبقي لنا تفكير في كتاب الله عز وجل صغارا وكبارا، أخذ عقولنا وتفكيرنا إلى الموبايل وما وراءه، ولم يبق لنا تفكير في كتاب الله. والحجة عندنا أخي، كتاب الله بيفتح لك بالموبايل بالله غي، أنا عندي مسجل المصحف بالموبايل. واحد عم بحكي له عم طالع لي المصحف بالموبايل، قلت له أعطيني الموبايل. ناوقت على المصحف، قلت له بسألك بالله كم مرة من أسبوع لهلا صار مطالعك وقارئ فيك؟ أنا بحاكي مين؟ بحاكي الموبايل. لكن هو عم يسمع، قال لي أستاذي يعني لا تحاسبنا على دقائق الأمور، يعني إذا أنا عم بسأل كل قديش بتقرأ بالمصحف دقائق الأمور هاي؟ قال لي طيب سألته شو جاوبك؟ قلت له حكالي، قال لي من يوم انصار الموبايل بإيده إلى هذه الساعة ما فتح الموبايل وقرأ جزء قرآن. هيك قال لي، قال لي ايش لو سمعت؟ انا ما سمعت، قلت انا سالته وجاوبني. قال لي والله ما قرات جزء قران فيه من يوم ما اخذته لليوم. فهو حكى لي يعني وسمعت، لكن كل الناس بتسمع بيقولوا في علم الرياضيات ما في عدد ما له حل، لكن بيصل الإنسان إلى ما لا نهاية له، بيضيع ما عاد يعرف يجد الحل، فبيصل الإنسان لمرحلة ما لا نهاية له. فاليوم نحن أقبلنا إلى العلم
ورفضنا العلم الأساسي الذي هو أساس العلوم الذي هو القرآن. فتنوا بالعلم فتنة كبيرة، فإذا قدم إليهم سبقا علميا كالذي ورد من الوسائل العلمية، ورد في هذا الحديث الشريف عن النجوم، فإن ذلك قد يقنعهم بمزيد من الاطلاع على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجدون فيها ضالتهم التي ينشدون لأن الأصل في الإنسان الخير، والشر حالات عارضة، فإذا استطعنا أن نصل إلى الخير في نفوس الناس أنقذناهم من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. هذا إن استطعنا، وما ذلك على الله بعزيز. يعني ما في صعب على الله. وإذا الكواكب انتثرت، نبدأ بآية ثانية، حاجتكم الآية الأولى. إن الناظر إلى النجوم في السماء يظنها لأول وهلة أنها مبعثرة في القضاء في الفضاء بصورة عشوائية، فلا يرى في السماء بناء، وذلك لعظمة سعتها وكثرة نجومها وتباعد مسافاتها. لكن الله تعالى يبين لنا في القرآن الكريم أنه خلق السماء وبناها على موازين وحسابات دقيقة، فقال سبحانه وتعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان، فكل نجم فيها يتحرك ضمن نظام وتقدير محكم، بحيث لا يقع الخلل أو التصدع أو الانشقاق فيها. أنا بعرف السماء صلى الآن أكثر من 100 سنة، مو أكثر، صرنا أكثر من 100 سنة عم تضللنا وما ظهر فيها شيء. البناء بعد 100 سنة 200 سنة، يعني إذا ما صدعوا ولا صار له شيء بينزلوه عشان يطلعوا بناء جديد. ما صار في موديلات جديدة. بيوتنا القديمة اللي كانت السقف من خشب، وصلوا فيها لطابقين، وعملوا غرفة سموها الطيارة فوق بيت الدرج. هي الغرفة مشان يحطوا فيها حمام، أو يطلع الرجال ينعزل لحاله يعمل خلوة مع الله عز وجل. ألا بدونا هدوا كل البيوت نزلوها على الأرض ورفعوها بنايات طابقين وثلاث طوابق، وأعلى شيء 4 طوابق. اليوم تغير البرنامج، مساحة الأرض
اللي كنا نحط فيها 12-14 زلمة نفس المساحة بنحط فيها 200 زلمة. اليوم صار البنايات البرجية 7 و8 و10 و12 طابق صار موجود. بكرة بيطلع قرار كل البناء لازم ينزل على الأرض، بتطلع كلها بنايات برجية. بناية 20-30 طابق بصير هذا كل يوم عم بيتبدل النظام. أما نظام السماء يمكن ما صارت السماء أكثر من 200 سنة ما تغير النظام. الحسابات معمولة على بناء السماء، يا ترى 200 سنة، 400 سنة، 600 سنة، 1000 سنة، 50,000 سنة، ما تتصدع ولا تتغير. والله معنى هذا بناء 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 عظيم، والمهندسين اللي دارسينه أعظم، حتى استطاعوا يرفعون السماء يمكن صار مليون سنة ما تصدعت ولا تشققت ولا في عضاضة تحملها ولا في إلى جسور. كيف أوقفها بإرادته وبقدرته سبحانه وتعالى؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها بالنجوم وما لها من فروج، ما لها شقوق. فأنا اليوم بتفرج على السماء بلاقي نجوم فرطعة. هنالك علوم النجم، يلي بيدرس علوم النجوم يرى الفرطعة تبعها عبارة عن كواكب، وكل كوكب لها عملها، لها قدرتها، لها حجمها، وكل منهم يقوم بوظيفته التي كلف بها، وما بيختل النظام بالصيف والشتاء. يلي بتناوع السماء بشوف السماء ماشية. أنا شفتها، لكن أشكل علي، وقعت بإشكال. قاعد بالمصعد في جماعة، قلت لك يا جماعة نحن عم نطلع لما الحيط عم ينزل، أنو الحقيقة نحن عم نطلع لما الحيط عم ينزل، شو رأيكم؟ أنا عم شوف الحيطان عم تنزل وأنا قاعد بالمصعد، مع العلم إنه الحيطان ثابتة، لكن أنا المتحرك. بنانا عم نشوف السماء عم تمشي باتجاه واحد، واتجاه ما تغير من مليون سنة لهلأ. فهل هذا الاتجاه بنظام أو بغير نظام؟ بفوضى، ما في فوضى غير عندكم أنتم. تعلموا النظام من الذي خلق النظام وجعل النظام في الأرض وبكواكب السماء. ولما صار النظام بكواكب الأرض والنجوم فيجب علينا أن نتعلم النظام ونؤدي الصلوات الخمس
بنظام في وقتها. وكل منا إذا عمل برنامج لذكر الله ما يغير وقت البرنامج مهما طر عليه من حوادث، سفر، مرض، البرنامج برنامج ما بيتغير ولا بيتبدل. مين منكم ثابت على برنامج ذكر الله 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 من سنة إلى هلأ ما تغير برنامجه؟ ما عدا برنامج اليوم ذكرنا الله، ثاني يوم والله ما نحن فاضين، ثالث يوم تعبانين، رابع يوم عنا ضيوف، خامس يوم عنا مشوار، سادس يوم يلا اليوم فاضين بركي نذكر الله. أما نذكر الله باستمرار كما أمر الله سبحانه وتعالى، أنا أعتقد فيكن تنابل كسالى مقصرين. وبكرة انتبهوا، بكرة ستنتقلون من هذا العالم إلى عالم آخر الذي اسمه عالم الدار الآخرة، وستسألون عن كل صغيرة وكبيرة. حضروا حالكم وديروا بالكم على حالكم. ما بعتقد في منكم حدا باقي له شي 150 سنة بهالحياة، ما بعتقد. لذلك سيدنا عزرائيل على الطريق عم يدور عليكم، ما بعرف امتى جاي يدوركم، بده يلقوطكم مثل ما الصياد بلقوط العصافير. سيدنا عزرائيل بده يلقوطكم، لكن انا برايي ما يقرب عليكم حتى قبل كل شيء ياخذني انا، بعدين استغن منه لكم، اما ما ياخذكم قدامي مشان انا ما ازعل على العدد. وصلى الله على سيدنا محمد واله، والحمد لله رب العالمين.